بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة، ربنا يسلمكم إن شاء الله من كل أذى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على السيربروفاسكولار ستروك. السيربروفاسكولار ستروك دي من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لكم كتطلعوا بيها منكم وأنتم طلبة، إنكم تستفيدوا إزاي تتعاملوا مع حالة سيربروفاسكولار ستروك لأسباب كتيرة، اللي هي إن هي ده موست كومن ديزيز في النيورو عامة وفي البوبيليشن سواء يونيفرسال أو لوكال. في حاجات مهمة جدا، أول حاجة عايزين نعرفها في المحاضرة دي الترم سيربروفاسكولار ستروك يعني إيه؟ ديفينيشن أوف سيربروفاسكولار ستروك. زي ما احنا شايفين كده قدامنا ديفينيشن اوف سيربروفاسكولار ستروك، لازم يكون في سادن انتربشن اوف بلاد سبلاي. السادن انتربشن اوف بلاد سبلاي ده نتيجه ايه؟ لا اما نتيجه اوبستراكشن للبلاد فيزلز، اوبستراكشن نتيجه ثرومبس موجوده في الارتري اللي بيغذي الاريا دي في البرين، او امبولاي جايه في حته نارو وقفلت الاريا، قفلت البلاد فيزلز اللي بيغذي الاريا اوف ذا برين. الحاجه الثانيه نتيجه الانتربشن ممكن يكون رابشر اوف ذا بلاد فيزلز. اول ما يحصل رابشر للبلاد فيزلز يطلع البلاد ويتجمع في البرين. السادن انتربشن للبلاد سبلاي لاريا اوف برين هيديني ايه؟ هيديني لا اما فوكال، يديني فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت ده ايا كان هيموباراسيس، مونوباراسيس، افيزيا، اني نيورولوجيكال مانيفستيشن. يبقى مهم جدا ان انا اعرف في الديفينيشن بتاع سيربروفاسكولار ستروك انها سادن انتربشن اوف ذا بلاد سبلاي. الحاجه الثانيه لازم يؤدي لفوكال نيورولوجيكال ديفيسيت. السادن انتربشن ده لا اما نتيجه اوبستراكشن سواء بثرومبس او امبولاي، او نتيجة رابشر اوف ذا بلاد فيزلز هيؤدي لهيموريج في اريا اوف ذا برين او في السب اراكنويد سبيس. الترم الثاني اللي احنا عايزين نعرفه ترانسنت اسكيميك اتاك. الترانسنت اسكيميك اتاك دي برضه ليها شروط في الديفينيشن بتاعها. الشروط دي لو عرفناها مش هنحفظ الديفينيشن، هنلاقي نفسنا على طول فاهمينه ونقدر نقوله على طول. فوكال نيورولوجيكال سيمتومز. فوكال نيورولوجيكال سيمتومز. الفوكال نيورولوجيكال سيمتومز دي لا اما ترانزيانت، لازم تكون ترانزيانت، هيمي بايسس او مونو بايسس او افيزيا، اور اني نيورولوجيكال ديفيسيت. دي ترانزيانت، يعني ترانزيانت سبونتينيوسلي امبروفد او ريليفد ان ليس ذان 24 اورز. في الحقيقة إن هي ما بتقعدش 24 hours، مش كومن إنها تقعد 24 hours، هي كومن ممكن تقعد لغاية 1 hour، والميديم about half an hour، يعني half an hour is the most common time of the transient ischemic attack is half an hour. دلوقتي الترم ده طبعا مش يعني ال 24 hours مش مظبوطة، لكن دلوقتي احنا ما نقدرش نغير الديفينيشن بتاع الترانسيستينج اتاك. هو بدا يتغير في بعض البيبرز، لكن ليه؟ لان انا المفروض ان انا مش هستنى 24 اورز لما نيجي في التريتمنت، هنلاقي نفسنا ان انا ممكن المفروض اعالج العيان في خلال هاف في خلال 4 اند هاف ان اور خلال اربع ساعات ونص، من ثلاث ساعات لاربع ساعات ونص. وكل ما كان ايرلي كل ما كان التريتمنت افضل. عشان كده احنا بنقول الموست كومن تايم هاف ان اور، هاف ان اور. والفوكال نيورولوجيكال ديفيسيتس ده لازم يكون اوف اسكيميك اوريجين، اوف اسكيميك اوريجين. ده بالنسبه للديفينيشن اوف ترانس اسكيميك اتاك. لو عملنا كلاسيفيكيشن للسيربروفاسكولار ستروك اكوردنج تو ذا برزنتيشن في الايميجنج، احنا زي ما قلنا
الكلاسيفيكيشن يا اما سادن انتربشن اوف ذا بلاد فيزز او رابشر اوف ذا بلاد فيزز. السادن انتربشن اوف ذا بلاد فيزز سواء ثرومبوتيك او امبوليك ثرومباي تقفل الارتري او امبولاي تيجي في اريا نارو تقفل الارتري او سمول ارتري هتديني حاجه اسمها اسكيميك ستروك. الرابشر اوف ذا بلاد سبلاي انتو ذا برين اور سبعه نيرف سبيس هيديني حاجه اسمها هيموراجيك ستروك. زي ما احنا شايفين في الايمجنج في السي تي الكمبيوترايز تموجرافي لما بعمل العينين كمبيوترايز تموجرافي ادينا شايفين السادن انتربشن اوف ذا بلاد سبلاي بي الامبولايد اهو بالثرومبس هيديني اسكيميك اريا. اسكيميك اريا بنسميها انفاركشن. انفاركشن خلاص. ممكن ايرلي العيان يجيني اعمل له ايمجنج هلاقي كومبليتلي نورمال سي تي. يبقى هنا السي تي فيري ايرلي ممكن ما يبانش الانفاركشن عشان كده. لكن لو انا عندي كلينيكال ان العيان بيشتكي من فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت سواء هيميبايسيس او مونوبايسيس او افيزيا اور اذر نيورولوجيكال ديفيسيت العيان وعملت له سي تي برين ولقيته نورمال يبقى بقول ان ده اسكيميك ستروك. او ممكن يظهر الانفاركشن هايبو دنس اريا. هايبو دنس اريا زي ما شايفينها كده هنا تيبيكال تريانجولار ان شيب لكن هنا السي تي نورمال. الهيموراجيك ستروك بتبان ايه؟ بتبان الموست كومن بالنسبه لنا احنا في النيورولوجي الانترا سيريبرال هيماتوما. انتم شايفين الانترا سيريبرال هيماتوما اللي هي هايبر دنس ليجن. هايبر دنس يعني وايت باين ابيض. في اريا حواليها هايبو دنس. هايبو دنس اللي باينه السودا دي اديما. اديما حوالين الهيموج. بعض الاحيان الهيموج ما بيبقاش انتر سيريبرال بيبان في السلساي والجيراي. تمام. السلساي اللي بتوين الجيروس والسب اركنيوت سبيس زي ما انتم شايفين كده في البيس اوف ذا سكال وفي السلساي هنا اهو باينه السب اركنيوت سبيس ودي بنسميها سب اركنيوت هيموج. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف سيريبرال فاسكولار ستروك either ischemic or hemorrhagic. هننتقل بقى هنتكلم عن الاسكيميك ستروك. الاسكيميك ستروك احنا زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا عباره عن لا اما ثرومبوتيك لا اما امبولي. الثرومبوتيك الديفينيشن بتاعها ايه؟ برين اسكيميك برين اسكيميا results in death of neuron. البرين اسكيميا دي او الثرومبوتيك والامبولاي او defective blood supply to the area of the brain اللي هي طبعا النيورونز. النيورونز اللي هي الخلية تحت البرين او الجلايا. الجلايا هيأدي الانفاكشن. الخلايا دي هتموت فبدي يقول لي بتأدي لي الانفاكتد اريا due to lack of oxygen or nutrition. يبقى الاسكيميا دي نتيجة lack of oxygen او nutrition اللي من عن طريق البلاد هيديني انفاكشن. طيب هل ايه الكوز بتاع احنا قلنا اوبستراكشن. اوبستراكشن ده في ريسك فاكتورز بتأدي للاسكيميا. ريسك فاكتورز دي احنا هنلخص حاجات اذا موست كومن ريسك فاكتورز وهنقسمهم حاجتين لا اما نون بريفنتابل. نون بريفنتابل يعني نون تريتابل يعني انا ما اقدرش اتدخل فيها سواء تريتمنت او نون موديفايبل يعني ايفن حتى ما اقدرش اعمل لها موديفيكيشن. نون بريفنتابل او نون موديفايبل ريسك فاكتورز. ايه هي النون بريفنتابل او نون موديفايبل ريسك فاكتورز؟ زي الايج. كومون الستروك بتحصل ابوف ذا ايج اوف 60 years ابوف 60 years لكن ممكن تحصل في اليونج ممكن تحصل في الشيلدرن وبنسميها ستروك ان يونج ادل. لكن هي موست كومن ابوف 60 years. السكس مور كومن ان ميلز وفي فاكتورز كتيره بتتكلم على السبب ان الفيميلز فيها بروتكشن وبالذات اندر ايج اوف منوبوز. اندر ايج اوف منوبوز الفيميلز بتبقى بروتكتد اجينست ستروك. فاكتورز كتير مش هنتكلم عليها او ذيس از نوت ماي
او في البوزيتيف فاميلي هيستوري اوف سيرفرال فاسكولار ستروك، لو كان في احد الافراد في العيله عنده ستروك بيبقى العينين ده لايبل ان يحصل له سيرفرال فاسكولار ستروك. برضه البوزيتيف فاميلي هيستوري فاكتورز كتيره، لا اما مثلا ان في جينيتك فاكتورز طبعا والاستابلش في سام تايبس اوف سيرفرال فاسكولار ستروك، لكن ايفن الفاكتورز اللي موجوده في الفاميلي بتبقى شيلد بي اذر ممبرز اوف ذا فاميلي، زي مثلا الهايبر تنشن، زي الدايابيتس لو موجود الهايبر تنشن دايابيتس وان ممبر اوف ذا فاميلي ممكن الاقيه في الاذر ممبرز اوف ذا فاميلي، او يبقى في بوسيبيليتي ان الاذر ممبرز يبقى عندهم هايبر تنشن او دايابيتس. Even sharing of the same culture in diet some types of diets commonly بيبقى الفاميلي ليها certain types of diet plays a most of the family sharing the same type of the diet. نيجي للبريفنتبل ريسك فاكتورز او التريتبل ريسك فاكتورز. التريتبل ريسك فاكتورز دي مهمه اني انا بعمل بقدر اعمل بريفنشن او تريتمنت ليها. زي الهايبرتنشن، الهايبرتنشن ده بسبب نسبه كبيره من السيريبرو فاسكولار ستروك او العيانين اللي عندهم سيريبرو فاسكولار ستروك بيكون هايبرتنشن ممكن يوصل من 60 ل 80%، وده سهل جدا ان انا اعمل كنترول للبلاد بريشر، ولما اعمل كنترول للبلاد بريشر هي العيان هيحصل له ممكن اعمل برايمري بريفنشن ان انا احميه او بروتكت هيم فروم سيريبروفاسكولار ستروك او اقلل الانسيدنس ايفن اوف سيريبروفاسكولار ستروك. اولسو الديابيتس ميليتس، العيانين اللي عندهم ديابيتس بيبقى لايبل ل سواء الاسكيميك ستروك، فعشان كده انا لو عملت تريتمنت ليهم او برايمري بريفنشن او تريتمنت اوف ريسك فاكتور سواء بالسكريننج ان انا اعمل سكريننج للبرسونيل او للبوبيوليشن او ايفن ديسكفر ان الهايبرتنسيف بيشنت والدايبيتيك بيشنت ان انا ابدا اعمل لهم تريتمنت. السموكينج ده ريسك فاكتور كبير جدا في العيانين اللي عندهم ستروك، ودي الحاجات دي كلها easy to treat or avoided even from the start. لكن لو العيان موجود الريسك فاكتورز دي في يفضل ان انا اعمل له تريتمنت او بريفنشن للريسك فاكتورز. نيجي للكاردياك كوزز. الكاردياك كوزز مش بس ريسك فاكتورز فور سيربرال فاسكولار ستروك، لا ده كوموربيد ويز سيربرال فاسكولار ستروك، لان برضه الريسك فاكتورز الثانيه دي ممكن تؤدي لكاردياك بروبلم. لكن الكاردياك كوزز زي الاريزميا، الاتريال فايبريليشن طبعا ذا موست كومون تايب اوف اريزميا ليد تو ستروك. في كلام كتير في الاتريال فايبريليشن، هل هي بتعمل الستروك ولا الستروك بتعمل الاتريال فايبريليشن. الاسكيميك هارت تمام، الكارد الاندي كارديك امبوليزيشن سواء في ميترال او تريكاسبيد ريجيج وفي امبولاي او في ايفن سبع اكيوت بكتيريا اندوكارديتس وخلافه. اللي احنا عايزين نعرفه هنا الكاردياك كوزز، لا اما cause of cerebrovascular stroke أو co-incident أو comorbid with cerebrovascular stroke. الحاجة الثانية الهايبرلايبيديميا، الهايبرلايبيديميا very common بتبقى موجودة في الاسكيميك ستروك. الهايبرلايبيديميا must be treated yearly to prevent أو to decrease the incidence of cerebrovascular stroke. الانكريس بلاد فوسفوسيتي وسبيشالي في الاولد ايج، احنا عارفين في الاولد ايج والعيان بيبقى بالذات في السمر، السمر بيحصل ديهايدريشن للعيانين ودياريه وفوميتنج
سواء دي هيدريشن او دايريا او فوميتنج بتؤدي لدي هيدريشن في النهايه وتزود لي الفوسفوستي اوف ذا بلاد ويحصل اوبستراكشن للبلاد فيزس وتؤديني للسيروفاسكولار ستروك. في اليونج ايج البلاد ديزيز از بوليسيسيميا اور سيكل سيل انيميا بتؤدي لي في الـ even في التشيلدرن ده من ضمن الموست كومن كوزز اوف سيروفاسكولار ستروك في الشيلدرن، وده تريتابل ان انا ممكن ابدا التريتمنت بتاعه وافويد الاسكيميا او سيروفاسكولار ستروك. الحاجه الثانيه الفاسكولايتس، ودي ممكن بتديني سيروفاسكولار ستروك ان ادلت زي كل ديزيز والفاسكولار ديزيز، وده كاتيجوري كبير جدا في من ضمن الكوزز اوف سيروفاسكولار ستروك في اليانج ادلت. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعرف السيروفاسكولار ستروك، عرفنا ازاي الديفينيشن بتاعهم ايه، عرفنا ازاي ان الريسك فاكتورز عندي في ريسك فاكتورز تريتابل اور موديفايبل وريسك فاكتورز نوت نون تريتابل اور نون موديفايبل. هننقل لنقطة مهمة تاني اللي هي الكلينيكال برزنتيشن بتاع السيروفاسكولار ستروك. دي الكلام اللي احنا قلناه ده فكرة مبسطة باك جراوند، يعني الديفينيشن ايه؟ الريسك فاكتورز بتاعها ايه؟ طب العيان يجيني بايه؟ هو برضه انا مش عايزكم تحفظوا الكلينيكال برزنتيشن قد ما تفهموها، لو فهمتوها هتبصوا تلاقوا نفسكم حافظينها كويس خالص. فعشان نحفظ نفهم الكلينيكال برزنتيشن اوف سيروفاسكولار ستروك، طبعا احنا مش هناخد كل ال تايبس اوف سيروفاسكولار ستروك، لكن او كل التايبس اوف اسكيميا، احنا هنا بنتكلم على الاسكيميا، طبعا احنا بنتكلم على الاسكيميا، لكن الريسك فاكتورز انا قصدت ان انا اقول ريسك فاكتورز اوف سيروفاسكولار ستروك، لانها ممكن نفس الريسك فاكتورز دي تعمل لي اسكيميا او هيموج، تمام؟ لكن احنا هنا بنتكلم على الاسكيميك ستروك. وبالتالي احنا هنعرف البيج ارتريز او ذا موست كومن ارتريز الموجودة اللي احنا ممكن نعرفها كستودنتس، لكن احنا عندنا تايبس كتيرة او اوف اسكيميك ستروك. نعرف حاجة مهمة جدا، ده الميدل سيريبرال ارتري، وخلي بالكم من الصورة دي، خلوها في دماغكم على طول، هتبص تلاقي نفسك تقدر تطلع الكلينيكال برزنتيشن بتاع اني ارتري افكتد او يحصل له اوبستراكشن. ده الميدل سيريبرال ارتري، الانترنال بريفت ارتري، خلاص الانترنال بريفت ارتري هيديني تو بيج برانشز، ميدل سيريبرال ارتري وانتيرو سيريبرال ارتري. الانتيرو سيريبرال ارتري مع يتحدوا مع بعض هنا بالانتيرو كوميونيكيتنج ارتري، انتيرو كوميونيكيتنج ارتري. في ارتري صغير يطلع من الانترنال بريفت ارتري اسمه اوفسالميك ارتري. بعد الانتيرو بوريتال ارتري احنا اللي هنا هنركز بس على الميدل سيربرال ارتري والانتيرو سيربرال ارتري. نيجي بقى دي الانتيرو سيركيليشن، وبيطلع منه البوستيرو سيربرال ارتري هيتحد مع البوستيرو سيربرال ارتري، هيتحد مع الكوميونيكيتنج بوستيرو كوميونيكيتنج ارتري، هيتحد مع البوستيرو سيربرال ارتري. نيجي دي بنسميها انتيرو سيركيليشن. نيجي للبوستيريو سيركوليشن، البوستيريو سيركوليشن احنا عندي فيرتبرال ارتري رايت فيرتبرال ارتري وليفت ليفت فيرتبرال ارتري ورايت فيرتبرال ارتري، الاثنين بيتحدوا مع بعض هنا في البيس اوف ذا بونز، بدايه البونز، ويعملوا لي وان ارتري اسمه بازيلار ارتري. نيجي للبرانشات اللي بتحصل ايه؟ الفيرتبرال ارتري الناحيه والناحيه يطلع منهم برانش ويتاخدوا مع بعض ويعملوا لي كومن ارتري اسمه انتيرور سباينال ارتري، يمشي على الانتيرور سيرفيس اوف ذا سباينال كورد عشان يغذي لي موست اوف ذا انتيرور بارت اوف سباينال كورد. نيجي هنا الفيرتبرال ارتري سواء رايت او ليفت هيديني بوستولو انفيرور سيربلر ارتري. ده ارتر مهم جدا ناخد بالنا منه بعدين، وبعد كده هيديني انترو يوصل لما يعمل البازلر ارتر، يجي البازلر ارتر يطلع برانشات برانشز
البرانشز دي اول برانش هيطلعوا الباسل ارت اللي هو انتيرو انفيرور سيربولار ارت. انتيرو انفيرور سيربولار هنا قلنا بوست نيرو انفيرور سيربولار ارت, هنا انتيرو انفيرور سيربولار ارت هيطلعها لي سيبيرو سيربولار ارت. سيبيرو سيربولار ارت وبعد كده يطلع لي بوستيرو سيربولار ارت از تيب از تيب اوف ذا باسيلر يتفرع لفرعين بوستيرو سيربولار ارت خلاص. في اللي هو ماشي على البولس يطلع لي شورت برانشز اسمها بنسميها بروتاين ارتريز عشان تغذي البولس خلاص. ده بالنسبه للبوستيرو سيركيوليشن. يجي هنا البوستيرو سيربولار ارت يتحد مع الانترنال كاروتيد ببوستيرو كوميونيكيتنج ارت, يبقى هنا عمل لي دايره سيركل بنسميها سيركل اوف ويس. فايت سيركل اوف ويس مش هندخل فيها كتير, بس اللي انا يعني كفكره ان لو حصل مشكله في البوستيرو سيركيليشن ممكن عن طريق الكوميونيكيشن دي تتغذى من الانتيرو والعكس صحيح. لو حصل مشكله في كبيره في البوستيرو سيركيليشن ممكن البلاد يجي من الانتيرو سيركيليشن, يبقى دي كوميونيكيشن مفيدة للبرين. هنتكلم هنا على common arteries the clinical presentation of certain arteries. هناخدهم one artery one by one. The first one اللي هو middle cerebral artery. احنا هنا ايه؟ ده lateral surface of the brain. lateral surface of the cortex of the brain. الميدل سيربرال ارتري والانتيريو سيربرال ارتري احط في دماغي ان كل واحد فيهم بيديني تو برانشز. تو بيج برانشز. الفيرست برانش هيديني برانش اسمه كورتيكال برانش. كورتيكال برانش. السكند برانش اسمه كابسول برانش. الميدل سيربرال ارتري والانتيريو سيربرال ارتري هيدوني كابسول. كل واحد فيهم هيديني كابسول برانش. هيغسلوا مين؟ هيغسلوا لي الانترنال كابسول. وبالتالي لو حصل افكشن للارتري بتاع الانترنال كبسول سواء من الميدل سيربرال ارتري او الانتيريور سيربرال ارتري هيروح مديني كونترا لاترال كومبليت هيمبليشن. كونترا لاترال كومبليت هيمبليشن يعني ايه؟ يعني لو في الناحيه الرايت البرانش بتاع الانترنال كبسول بتاع الميدل سيربرال ارتري او الكبسول برانش بتاع الانتيريور سيربرال ارتري هيقفل لي هيأثر لي على الانترنال كبسول في في الرايت هيديني ليفت هيمي بليجيا او هيمي باريسيس. هيمي بليجيا او هيمي باريسيس ويديني ليفت ابر موتور نون فاشيال وليفت هايبوكروس خلاص. ممكن الهيمي بليجيا دي تبقى كومبليت يعني العيان كومبليت بارالايزد, وممكن تبقى هيمي باريسيس ويكنس بس تو ذا سيم اكستنت يعني تبقى تو سم اكستنت سيمتريكال يعني الديفكت قدو قد بعض في الابر ليمب قد اللور ليمب. الفرق فين بقى؟ الميدل سيربرال ارت الميدل سيربرال ارت هيروح مطلع لي برانش للكورتكس. الكورتكس هنا السبلاي بتاع الكورتكس بتاع الميدل سيربرال ارت مختلف على السبلاي عن السبلاي بتاع الكورتكس في الانتيريور سيربرال ارت. لو احنا ده لاترال سيرفيس اوف ذا برين ده السيلفيان فيشر ده الانتيريور سيرفيس. الميدل سيربرال بارت اللون الاورنج ده شويه او الموف شويه ده بيغذي الكورتيكال برانش اوف ذا ميدل سيربرال بارت اوف ذا ميدل سيربرال بارت بيغذي انتيريور 3/5 اوف ذا برين. انتيريور 3/5 of the lateral surface of the cerebral cortex, the cortical branch, خلاص؟ والاسفل ده او اليورو ده بيتغذى نتيجة جاي من البوستيريور سيربرال ارتري اللي هو ده, وده اللي هو ازرق شويه والاريا دي في اللاترال سيرفيس واخد الميديال سيرفيس الناحيه الميديال سيرفيس الانتيريور سيرفيس اوف ذا ميديال سيرفيس اوف ذا برين هنشوفها بعدين. ده الانتيروس كورتيكال برانش اوف سي انتيروس سيبرات. يبقى ده اللاترال سيرفس اللي قدامنا بتاع السيف انتيروس سي فيبس اللي هي الاورنج ده او الموف ده. الموف ده من نتيجه الكورتيكال برانش اوف ذا ميدل سيبرات.
طيب الكورتيكال برانش اوف ذا ميدل سيريبرال ارتري هيديني ايه؟ احنا قلنا هنا الانتيور سنترال جايروس، هنا الانتيور سنترال ساكس اهو، وهنا الجايروس اللي قدام. الاريا دي بتغذي ايه؟ اللي بتغذي موتور افكشن اوف ذا فيس اند ابر ليم، فيس اند ابر ليم. خلاص يبقى طيب لو احنا نفتكر احنا قلنا في الكابسول برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري، الكابسول برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري هيديني ايه؟ كومبليت كونترولاترال هيموبليجيا اند كومبليت كونترولاترال هيمي هايبوثيزيا اند ابر موتور نيرون فيشل كونترولاترال اند هيبوغلوسا. خلاص نيجي هنا لما يجي الكورتيكال برانش الثاني يتاثر، احنا قلنا لو الميل ارتري الميدل سيريبرال ارتري قفل هيبقى هيقفل لي البرانشين، البرانش التو برانشز، البرانش بتاع الكبسول، الكبسوله هيديني كومبليت كونترالاترال هيموبليجيا او هيموباليسيس، هيديني كومبليت كونترالاترال هيمي هيبوثيزيا، هيديني ابر موتور نيرون فيشيال كونترالاترال هيديني هايبوجلوسا. خلاص نيجي هيزيد عليه مين هنا؟ هيزيد عليه الابر لمب والفيس تين كويكنس. يبقى هنا لو كان هناك هيموبايسيس البرانش بتاعه عمل هيموبايسيس هيأفكت الأبر لمب أكتر، يبقى هنا هيبقى الأبر لمب أفكتد مور ذان ذا لور لمب. تمام؟ لكن لو كان العيان ده من الأول الكبسول البرانش إدى كومبليت هيموبليجي يعني باراليسيس أوف أبر أند لور لمب جريد زيرو هيزيد عليه الويكنس هنا مش هيبان. لكن يبان امتى؟ يبان في الريكفري العيان اول ما يبدا يتحسن، اول ما يبدا يتحسن المفروض ان الابر ليمب افكتد اكتر من اللور ليمب. يبقى هنا لما العيان يتحسن اللور ليمب امبروفد بيفور ذا ابر ليمب. خلاص يبان في الريكفري العيان لما يجي يتحسن. برضه هنا البوست سنترال جايروس دي السنسوري كورتيكال سنسيشن، كورتيكال سنسيشن. احنا هنا قلناك قلنا الكونترالاترال الكابسول برانش بتاع الميدل سيبرال ارتري هيديني ايه؟ هيدي اغاز الانتيريور كابسول هيديني كونترالاترال هيما هيبوثيزيا. هنا هيزيد عليهم بقى ايه؟ الكورتيكال سنسيشن للابر ليمب والفيس، الابر ليمب والفيس هيديني كورتيكال سنسورلس اوف ذا ابر ليمب. كورتيكال سنسورلس اللي هي بوينت لوكاليزيشن تو بوينت ديسكريميشن او ديستيادو كاينيزيا او جرافيسيزيا وخلافه، المفروض ان احنا ناخدهم في الكلينيكال بالتفصيل. الكورتيكال سنسوري افكشن هنا افكت الاور ليمب، اجي اعمل الكورتيكال سنسوري في اللور ليمب الاقيها نورمال. يبقى هنا يبقى لو لخصنا بقى نشوف نلخص بعد كده الحاجات كلها على بعضها ايه. نيجي هنا في البروكس اريا، اريا هنا بروكس بتاعت الموتور الموتور سبيتش اريا بروكس اريا. يبقى هنا لو افكتد في الميدل سيرفر ارتري الاريا بتاعت السبيتش هيديني موتور افيزيا. يعني ايه موتور افيزيا؟ يعني العيان ما يقدرش يتكلم لكن يبقى فاهم. يعني انا لما اقول له ارفع ايدك الشمال اللي هي نون افكتد ينفعها، لما اقول له افتح بقك يفتحه، لما اقول له اسمك ايه ما يقدرش ينطق. يبقى ده كان نوت فورمولييت سبوكن ووردز، كان نوت فورمولييت سبوكن ووردز، ما يقدرش ينطق، ما يقدرش يقول كلمه. خلاص هنا حوالين السيرفين فيشر في السنسوري اريا، سنسوري اريا لو افكتد هتديني هنا سبيتش افكشن للسنسيشن الفارنكس اريا او السنسوري اسوشيشن اريا، هيديني هنا افكشن للسبيتش للعيان كان نوت اندرستاند ماي ووردز. يعني لما العيان اقول له يقدر يتكلم اقول له اسمك ايه؟ يرد بس يرد بكلام مش مظبوط. ازاي بقى؟ اقول له اسمك ايه؟ هو ما فهمش ان انا بساله عن اسمه، ممكن يقول الحمد لله. هو بيرد بس مش فاهم الكلام اللي انا بقوله. كان نوت اندرستاند ذا سبوكن ووردز. لكن في لو الميدل سيبرال ارتري واخد الاثنين ماركتلي افكتد، واخد السبيتش سنسوري والبروكس اريا، هيديني حاجه اسمها ميكسد افيزيا. العين ما يقدرش يتكلم وما يفهمش، ميكسد افيزيا او جلوبال افيزيا. وبرده في كونكشن بين التو ارياس، لو افكتد هيديني كونكتيف، في حاجه اسمها كونكتيف افيزيا.
يبقى ده اللي هو زياده عن ده نتيجه افكشن اوف كورتيكال برانش اوف ذا ميدل سيربرا ارت. كورتيكال برانش اوف ذا ميدل سيربرا ارت هيعمل لي الحاجات دي، هيعمل لي ويكنس في الاور ليمب والفيس، ويعمل لي كورتيكال سنسورلس في الاور ليمب، ويعمل لي سبيتش افكشن. خلاص نزود عليه بقى الكومبليت كونترالاترال هيمبليجيا او هيما هيبوسيزيا في الابر اند اللور ليمب. نيجي بعد كده هنا زي ما احنا شايفين ده الكلينيكال برزنتيشن. نيجي لما نروح ملخص لهم بقى الكلام اللي احنا قلناه اهو زي على الصوره، كونترالاترال كومبليت هيمبليجيا يعني الناحيه الثانيه افكتد تمام الابر ليمب واللور ليمب. لو كانت كومبليت هيمبليجيا جريد زيرو في الريكفري هيبان اللور ليمب امبروف بيفور ابر ليمب، تمام، عشان الافكشن اوف كورتيكال سبلاي اوف ذا ابر ليمب. خلاص كونترالاترال هيمي هيبوسيزيا اون ريكفري ذا ابر ليمب شو كورتيكال سنسور لوس. ليه اون ريكفري؟ لان لو العيان عنده كومبليت انستيزيا ما ينفعش اعمل الكورتيكال سنسيشن، عشان كده كل ريكفري العيان يبدا يحس. يبقى او من البدايه لو العيان عنده هيمي هايبوسيزيا اقدر اعمل الكورتيكال سنسور. كنت لو بقرا هيمونوس هيمي انوبيا، هنا الفايبرز بتاعت الكورتيكال بتاعت اللي هي رايحه للفيجوال اريا تبقى افكتد. هي الفايبرز هنا هتديني هيمونوس هيمي انوبيا، يعني العيان يحصل له فيلد افكت، يبقى تمبرال على وان سايد ونيزل على الاذر سايد. يديني ايه تاني؟ يديني افيزيا سواء موتور او سنسوري او ميكسد، بنسميها جلوبال افيزيا. اف ذا دوميننت هيمسفير هنا الافيزيا ليفت، ميبي ليفت افكشن. لو الليفت هيمسفير اللي هو الدوميننت سايد افكتد يبقى افكشن اوف كورتيكال سنترز اند ذيس كورتيكال كونكشن. دول الحاجات اللي قلناهم. احنا ممكن يديني حاجات تانيه زي الفوكال فيتس، هي مش كورن في الاسكيميا، ممكن تبقى موجوده في الهيموج اكتر، او ممكن سواء فوكال او فوكال والسكند جنراليزيشن. فوكال يعني ايه؟ تحصل افكشن للجراند موفمنت في الصنف او في الايد او في الاور ليمب، او يحصل بعد كده سكند جنراليزيشن يحصل تروب كرونيك كونتراكشن في هول ذا بادي. ممكن يحصل ديسترب ليفل اوف كونشسنس. ديسترب ليفل اوف كونشسنس هنا يحصل امتى؟ لو الانفكشن ده او الاسكيميا كبيره وعملت اديما على الناحيه الثانيه افكت الاذر سايد يحصل ديسترب ليفل اوف كونشسنس. خلاص يبقى ده السمري بتاع الكلام اللي احنا قلناه على الصوره اللي احنا قلناها اللي هي كلينيكال برزنتيشن اوف ذا ميدل سيربرال ارتري افكشن. قلنا الميدل سيربرال ارتري افكشن التو ارتريز اللي هو الكابسولار برانش او الكورتيكال برانش، وممكن لو الاثنين لو الميدل سيربرال ارتري نفسه المين ستيم اوف ذا ميدل سيربرال ارتري افكتد هيديني الكلينيكال برزنتيشن اللي احنا قلنا عليها. نوصل لانذر ارتري اللي هو كومون اللي هو الانتيرو سيربرال ارتري. الانتيريور سيربرال ارتري اللي انا وريته لكم في الصوره اللي قبل كده اللي هو ده هرجع تاني واوريه لكم اهو الانتيريور سيربرال ارتري، وماسك معاه الناحيه الثانيه عامل انتيريور كوميونيكيتنج ارتري، وقلت لكم ان ياخد حته صغيره من الكورتيكال برانش بتاعه، ياخد حته صغيره من اللاترال سيرفيس، لكن هو بيغذي مين لي؟ زي انتيريور سي فابس اوف زي ميديال سيرفيس اوف ذا برين. خلاص الحته الزرقاء دي نتيجه اللي هي البوستيرور كورتكس من البوستيرور سيبرا ارت زي ما قلنا. الميديال سيبرا ارت في الميديال سيرفيس بيدي حته صغيره في الانفيرور تمبرال اريا. خلاص نيجي لو لخصنا الكلينيكال برزنتيشن بتاع الانتيرور سيبرا ارت، احنا قلنا ليه كابسولار برانش وكورتيكال برانش. الكابسولار برانش زي الميدل سيبرال ارت هيديني ايه؟ كونترالاترال كومبليت هيمبليجيا. بس هنا ايه؟ ال كونترالاترال كومبليت هيمبليجيا وكونترالاترال كومبليت هيمبليجيا ودي في الكابسولار برانش. نيجي بعد كده الكورتيكال برانش بقى ايه؟ هنا السيلفيا فيشر بيجي يكمل سوري السنترال سيركلس بيجي يكمل هنا قدامه المطور اريا بتاعت مين؟ بتاعت اللور ليمب.
هناك كان قدامه الموتور اريا بتاعته الابر ليمب، فعشان كده هنا اللور ليمب هو اللي افكتد مور ذان ذا ابر ليمب، او اون ريكفري اللور ليمب بيتحسن الابر ليمب. برضو ورا السنترال سالكس هنا في المفروض الكورتيكال سنسوري اريا بتاعت اللور ليمب، فعشان كده ممكن الاقي كورتيكال سنسوري لوس في اللور ليمب لكن الاقيها في الابر ليمب. الاريا دي في الميديال سيرفيس اسمها بري فرونتال كورتكس، دي مسؤوله عن البيهيفير تشينز والمود الريتابيليتي الاجريشن، هي والكوربس كالوزم مسؤوله على النورمال بيهيفير بتاع البرين، فهي هلاقيها افكت في الميديال سيرفيس. هنا في في الليفت سايد او في لو يبقى في افكشن بالاتر هنا اللي هي الاريا بتاع الباراسنترال ريبيولز بتاعت البلادر ممكن الاقي العيان ممكن يحصل افكشن سبيكتريك افكشن. عشان كده نيجي نلخص الكلينيكال برزنتيشن بتاع الانتيور سيريبرال ارتري، هنلاقي ايه؟ هنلاقي كونترالاترال كومبليت هيموبليشيا، كونترالاترال كومبليت هيموبليشيا اور ريكفري، هنا الاور ليمب هو اللي يتحسن اب اللور ليمب امبروف بيفور اللور ليمب، لان اللور ليمب افكتد نتيجة الكابسولا برانش والكورتيكال برانش. هلاقي كونترالاترال كورتيكال سنسوري لوس فين؟ في اللور ليمب، لكن الابر ليمب هلاقي نورمال. هلاقي منتال تشينس او بيهيفير تشينس نتيجة افكشن البري فرونتال اريا والكوربس كالوزا. هلاقي سميكتريك ديستربنس ماي بي اوبزرفد ان ماسيف انفكشن لو البوست سايتس افكتد. خلاص لكن الثلاثة فاكتورز دول كونترالاترال هيموبليشيا وكورتيكال سيسوريس وميتال تشينز دول مانداتوري لما الاقي الانتيور سيبرال ارتري افكتد. يبقى احنا كده قلنا الكلينيكال برزنتيشن اوف ذا انتيور سيبرال ارتري والكلينيكال برزنتيشن اوف ذا ميدل سيبرال ارتري. هننتقل لحاجه في البوستيريور سيركيليشن. الفرتبرال فيرتيبرو بازلر، فيرتيبرو بازلر احنا قلنا الفيرتيبرو بازلر اللي هو البوستيريور سيركيوليشن اللي انا وريتها لكم، برضه هرجع بسرعه اوريها لكم كده سريع عشان تفتكروها، لان انا مش عايزكم تحفظوا تفهموها تحفظوهم على طول. ده البوستيريور سيركيوليشن، ده الفيرتيبرال ارتي الناحيه دي والناحيه دي بيعملوا لي البازلر ارتي اللي بيديني البرانشز بتاعته اللي احنا ذكرناها قبل كده. هنا دي بتغذي البرين ستيم، البرين ستيم، البرين ستيم هنا لو فرضنا الافكشن الناحيه دي خلاص الناحيه اللف هتلاقي ايه؟ هتلاقي كروس هيموبليجيا، هلاقي هنا الناحيه دي رايت هيموبليجيا ابر ليمبو ولور ليمبو افكتد، وهلاقي لور موتور كرينيال نيرفز افكشن، لور موتور كرينيال نيرفز افكشن. هنا احنا طبعا دايما بنقول زي بتوع الكوره 3 4 4، لو الميد برين يبقى 3 و4 لور موتور كرينيال نيرفز وكروس هيموبليجيا، لو البونز 5 و6 و7 و8 كرينيال نيرفز وكروس هيموبليجيا، لو المظله 9 و9 و10 و11 و12 وكروس هيموبليجيا، يبقى هلاقي لور موتور كرينيال نيرف على السيم سايد اوف انفكشن، وهلاقي كروس هيموبليجيا على الاذر سايد. هنشوف الكلام ده اللي احنا بنقوله في الفيرتيبرو ليجن ان وان اور مور اوف ذا برانشز اوف ذا فيرتيبرو بازلر سيستم جيف رايز تو كروس هيموبليجيا كاركترستكس فور ذا برين ستيم انفكشن ويز هيموبليجيا ات ذا كونترالاترال سايد اوف ذا انفكشن and the lower motor cranial nerve paralysis at the same site of the infarction. هنروح بقى لارتري تاني اللي هو البوستيريور سيبرال ارتري. البوستيريور سيبرال ارتري زي ما قلته لكم برضه في الاناتوميكال سبلاي بلاد سبلاي اوف ذا برين، هنا على البرين في السي تي هيبان فين؟ الاريا الهايبو دنس دي نتيجه افكشن البوستيريور سيبرال ارتري. لو تخيلنا هنا هيديني ايه؟ كونترالاترال هومونوس هيمالوجيا ويز ماكولار سبيرنج. يعني ايه ويز ماكولار سبيرنج؟ الاريا اوف ذا ماكولا اوف ذا ريتنا بتتغذى بايلاترال الناحيه الثانيه،
لو الانتير سيرفر ارتي هنا في الميديال سيرفيس برضه افكتيف هيأفكت الماكيولا، لكن عشان الناحيه الثانيه مش افكتيف هيديني كونترالاترال هومونوس هنا انوبيا تمام، والماكيولا هتبقى سبيرد خلاص لان الماكيولا بايلاترالي بريزنت. هيديني حاجه اسمها في الفيجوال اجنوزيا. فيجوال اجنوزيا يعني ايه؟ يعني انا شايف الحاجه قدامي، شايف ده ان ده الم بس مش قادر اعرف، يعني مش قادر اقول ان ده الم او اقول ان ده ممكن ده حاجه بيكتب بيها. ان ability to recognize the object which is clearly seen by the patient. انا شايفه حلو، شايفه كويس، لكن مش قادر ان انا اقول ده الم، ده لو في left occipital lobe affected. بعض الاحيان بعض الناس بتصف contralateral hemiparesis or chorea may occur، لكن في يعني مذكوره في بعض التكستس او بعض البيبرز مذكوره، لكن في ناس بتعترض عليها، لكن ممكن بيبقى هيميبايسس او اتاكسك هيميبايسس او في كوريا على الكونترالاترال سايد، وليها الاكسبلانيشن بتاعها. عشان برضو اقول لك برضو ان الايفن حتى البيراميدال سيلز اللي بتعمل البيراميدال تراك دي موجوده في الايفن في البوستيريور كورتكس. ده اللي هو الكلينيكال برزنتيشن اوف ذا بوستيريور سيريبرال ارتري. خلاص نيجي بعد كده اللي هو ايه ارتري مهم جدا في البوستيريور سيركليشن اللي هو طالع من الفرتبرال ارتري اللي انا وريته لكم، مش هرجع تاني اشوفه كذا مره، اللي هو البوستيريور انفيريور سيركلر ارتري اوكلوجن او بنسميه لاترال ميدالر سندروم لهذه اللاترال ميدالر او بنسميه والن بارش سندروم. برضو انا بحط الاناتوميكال ارياس عشان نحط الافكشن عشان ما نحفظش بيحصل افكشن للفيستيبولار نوكلاي، فيعمل لي ايه؟ يديني فيستيبولوباسي. يحصل له ايه العيان؟ يحصل له سيفير فيرتيجو او فيرتيجو وفوميتنج ونستاجماس. يحصل انفيرير سيربيلر بدنكل افكشن، يديني ابسي لاترال سيربيلر ساينس اتاكسيا ابسي لاترال. العيان يحصل له ديسمتريا، يعني لما يجي تعمل فينجر تو نوز هيحصل ديسمتريا فيها، او ممكن يحصل فيها انتنشن تريمور، او ممكن يحصل فيها باست بوينتنج، او ديستادوك كينيز لما يجي يعمل ديستادوك كينيز مش هيعملها، مش هيعرف يعملها. سنترال تجمنتال تراك هيديني بلاتال مايكرونس، بلاتال مايكرونس لما يفتح بقه تلاقي السوفت بلد بتاعه بيرقص كده عماله في انفولانتر موفمنت سريعه بيسميها بلاتال مايكرونس. لو افكشن هنا يحصل سباينال تراجيمينال تراك ده افكشن، فيديني ايه؟ ابس لاترال لوس اوف بين اند تمبريتشر سنسيشن اوف ذا فيس. يعني لو الناحيه الارضي افكتد من الناحيه الرايت هلاقي الفيس في الناحيه الرايت فيه هيمي هايبوسيزيا للبين والتمبريتشر خلاص، لكن الاقي البودي على الناحيه الثانيه على الكروست الناحيه الثانيه في البودي الاقي فيه كونترا لاترال زي افكت اللاترال سبايرو سلامك تراك اهو، فهيديني ايه؟ ديفيسيت في البين والتمبريتشر سنسيشن اوف ذا بودي في اللامب كونترا لاترال الناحيه الثانيه. يبقى هنا كونترا لاترال للارتري وكونترا لاترال للفيس، غير الهيمي هايبوسيزيا اللي في الانتيريور سيركيليشن بيكون الفيس والابر واللور ليب افكتد ات ذا سيم سايد، يعني الرايت سايد كله انكلودنج ذا فيس، لكن هنا العكس يبقى الليفت فيس الرايت ابر ليب واللور ليب. برضو بيحصل بالبر افكشن للفيجاس نيرف والجلوس فارنجيال نيرف، هيديني ديسفيجيا وهورسنس اوف فويس ده سيمتومز، وممكن الاقي البلاتال والجاج ريفلكس افكتد، البلاتال والجاج ريفلكس افكتد. بعض الاحيان الديسندنج سمباثيك فايبرز هي ونازله للسيرفايكال هيديني هورنر سندروم. يحصل ايه؟ توزس وميوزس وانهيدروسس على نفس الناحيه، توزس وانهيدروسس وميوزس.
هل في اللاترال داون سندروم لازم كل الايتمز دي تبقى افكتد؟ طبعا التيبيكال في حالات كتيره بتبقى كل الحاجات دي تيبيكال موجوده، لكن انا ممكن الاقي حاجه منهم بس. مثلا انا اجي ان في الانفيروسيرولر بلانكل كتير بلاقي الانفيروسيرولر بلانكل بس، الاقي العيان يدين بابس لاترال اتاكس، وممكن اتلخبط بينها وبين ان افكت السيريبيلر هيمسفير، لكن لما اعمل بلاقي الام ار اي بلاقي انفيروسيرولر بلانكل. او ممكن الاقي السوبر نوكلاي والاقي ان العيان جاييني بفارتيجو وفوميتنج ونستجماس، وخليني يعني يلخبطني مع البريفرال لابرنسايتس. خلاص يبقى ده الكلينيكال بريزنتيشن اوف ذا لاترال ميدالس سندروم او بوستور انفيروسيرولر ارت. كده احنا خلصنا الكلينيكال بريزنتيشن اوف اسكيميا. الكلينيكال بريزنتيشن اوف سكيميا ستروك زي ما قلنا الميدل سيبرال ارتري، الانتيرو سيبرال ارتري، البوستيرو سيبرال ارتري، الفيرتيبرو بازلر ارتريس، او اللاترال ميدالي سندروم او البوستيرو انفيرو سيبرال ارتري. هتنقل لحاجة تانية اللي هي الكلينيكال برزنتيشن اوف هيموراجيك ستروك. طبعا الهيموراجيك ستروك ايتمز كتيرة، لكن احنا هنتكلم عن تو ايتمز، وفي نظر تو ايتمز اكسترا ديورال والسب ديورال هيماتوما في النيورو سيرجري. لكن انا هنا الهيموراج لو حصل قلنا رابشر للبلاد فيزلز، البلاد هنا لا اما يجي في السيريبرال هيمسفيرز زي ما وريت لكم في السلايدز الاوليه خالص، هيعمل لي بيك هيماتوما تمام، او يجي في الساب اراكنويد سبيس ويدخل في الصلصاي بتاعه البين وبسميها ساب اراكنويد هيموج. طيب او في البونز الهيماتوما تيجي في البونز وبيدين وان تايم هيموج. احنا هنذكر الايتم كلينيكال برزنتيشن بتاعه الايتمز المهمه جدا. هنتكلم في الاول على السريبرال هيماتوما. السريبرال هيماتوما اللي زي ما احنا شايفينها كده في البيبان في السي تي هايبر دنس، هايبر دنس اهو سريبرال هيماتوما باينه ابيض وايت، وهنا الفنتركل داخله في اللاترال فنتركل وبتديني، يبقى هنا فيها انترا فنتركولار اكستنشن، انترا فنتركولار اكستنشن، ومديني سريبرال هيماتوما هنا. ده الفنتريكل وده السيبرا هيماتوما وده الفنتريكل. خلاص طيب الايتيولوجي بتاعها ايه؟ هنرجع بقى للايتيولوجي. الرابشر ده احنا قلنا رابشر او سبات فيزس، الرابشر ده ممكن يكون ارتيريال، ممكن يكون كابيلاري، وممكن يكون فينوس كوز. ذا موست كومن از ارتيريال كوز. الارتيريال كوز حوالي 75%. الكابيلاري زي العيانين اللي عندهم لوكيميا وبربرا وسبتسيميا، ولو العيان بياخد انتي كواجولانت، لو بياخد ست الماريفان العيان بياخد انتي كواجولانت ونوت كنترول البرج الاي ام ار بتاعه نوت كنترول. اللوكيميا والبربرا بنلاقيها في اليانج في الشيلدرن واليانج ادلت، السبتسيميا والانتي كواجولانت في العيانين اللي بياخدوا العيان سبتسيميا طبعا ممكن يكون في اليانج والاولد، لكن الانتي كواجولانت في العيانين اللي بياخدوا انتي كواجولانت سواء روماتيك وفالف او خلاف. الفينوس فورس زي الارتيريو فينوس مالفورميشن، اي في ام ارتيريو فينوس مالفورميشن. طيب الكلينيكال برزنتيشن بتاع السيبر هيماتوما ايه؟ احنا قلنا الايج بتاع الاسكيميا اكثر من 16، لكن هنا ممكن يحصل من 40 تو 70 years، لكن ممكن يحصل في اني ايج. السكس هناك قلنا اكتر في الميلز، برضه هنا مور ان ميلز. الانسب بتاعها صادم زيها زي الاسكيميا، لكن الاسكيميا ممكن تبقى اكيوت او رابد. المانيفستيشن الكلينيكال برزنتيشن بتاعها ملاقي ايه؟ مانيفستيشن اوف انكريز انتراكرينيال تنشن. يبقى هنا المين ايتم اللي هو انكريز انتراكرينيال تنشن. زي ما احنا شايفين هنا ادي هيموريج في هيماتوما وانترا فنتريكولا، الكباسيتي بتاعت البرين ليميتد، فلما يحصل هنا ويحصل ديما حواليها شايفين الهايبر دنس الاسود ده ديما. طيب انا عندي في هيمورج زياده وفي ديما، كل ده هيزود هيعمل لي ديما
هيديني انكريز انتربريتيشن. زي ما انتم شايفين هنا مش باينه الكورتكس من المظله، مش باينه الكورتكس من الوايت ماتر. الكورتكس هنا المفروض البيزل جنجل تبقى باينه هنا، الكوديك واللينت فورم هنا والسالاموس هنا يبقوا باينين ومش باينين خالص. معنى كده ان في اديمه في كل البرين، في اديمه في كل البرين، فدي مانيفستيشن اوف انكريز تنشن. ايه هي مانيفستيشن اوف انكريز تنشن؟ المانيفستيشن اوف انكريز تنشن اللي هي الهيديك والفوميتنج والبليرنج اوف فيجن نتيجه